السجل الأساسي هو مفقود وهو موجود خارج مدينة الباب الآن. قمنا بجمع ما لدينا من أضابير مالية، بالإضافة إلى هناك لدينا تصاوير صور فوتوغرافية للسجل الأساسي. نقوم بجمع جميع المعلومات للتثبت من صحتها. ويشمل مدينة الباب كمركز ويشمل الريف، من تادف، من العريمي، من قباسين، من بزاعة، من الراعي، من جميع المناطق المحيطة في مدينة الباب.